شهرين عظيم اللي جاي بصحة الجسيم. كما تعرفوا نحن في شهر اكتوبر، منذ بداية شهر اكتوبر يعني انطلقت شهر اكتوبر الوردي في تقصي سرطان الثدي. هو الحقيقة سرطان الثدي تقصي متواصل على مدار السنة في المراكز الصحة الجسدية وفي مراكز ديوان الأسرة والعمران البشري بولاية جازين، لكن في شهر اكتوبر يكثف هذا التقصي، وفيه يعني التقصي مجاني وكذلك الفحوصات التكميليه مجانيه، ونكثفوا ما التقصي في شهر اكتوبر. وزدنا في الشهر هذايا هي القريه الورديه اللي زاد في يعني في كافه الولايات. القريه الورديه هذه باش تكون يعني تقصي سرطان الثدي مع توجيه المرضى اللي يستحقوا فحوصات تكميليه، وكيما الشعار ترفع قد ما تفيق به سرطان الثدي قد ما تفيق به بكري قد ما يكون شفاه اسهل، وهذا الهدف منه لتقصي سرطان الثدي اللي الحقيقه اذا كان فيقوا به بكري الشفاء يعني نجم نوصلوا 100% شفاء في يعني اذا كان ما تقدم المرأة يعني مرحله السرطان مش متقدمه وما انتشرش السرطان، لا عافانا وعافاكم الله في البدن. هذه القريه يعني اليوم نحن متواجدين تكون على القريه الورديه، هذه انضافت الى شهر اكتوبر الوردي للتقصي عيادات مجانيه، ويعني تحسيس هذا كل داخل في نطاق يعني الحد من انتشار لا قدر الله السرطان، ونبقوا في مراحل متقدمه وفات الاوان وكلفته باهظه في التداوي. الدكتور بوصل حمدي كيت مدير الرعايه الصحيه الاساسيه بالاداره الجهويه للصحه بالجسمين. احنا اليوم في القريه الورديه اللي هي بادره من وزاره الصحه قامت بها في اطار الاحتفال باكتوبر الوردي. القريه الورديه هذه تمثل في عيادات مفتوحه ومجانيه للنساء للتقصي حول سرطان الثدي. العيادات هذه تقوم بها قوابل اطباء، وبالطبيعه ثم السلسله اللي وراها الكل حاضره ومريقله. السلسله شنو هي؟ انه بعد التقصي اذا كان ثم حاله يشتبه بها عندنا حظي انه يمشي ويعمل الاشعه وكشف الصدى مجانا، وكان ثم زاد مرحله ثالثه اللي هو اذا كان ثم حاله باقي مشتبه بها وقت يلزمها ناخذ عينه منها، هذا كل نعملوه في المستشفى الجهوي في الجسريه مجانا. نحضروا نحسروا اللي نلقوه مريض نحضروا الدوسي بتاعه كامل ونبعثوه باش يتوجه باش يقع التكفل به في اسرع وقت. تجهيز الحمد لله. هذه جانب. علاش هذا كله؟ هذا كله لازم نعرفوا حاجه، انه اول حاجه سرطان الثدي هو من اكثر سرطان شيوعا عند النساء. يسبب في 30% من اسباب الوفاه لدى المراه. سجلنا 3824 حاله سنه 2022، اي بنسبه 53 حاله لكل 100,000 امراه. في الجسرين سجلنا 93 حاله في سنه 2022، اللي يتمثل 45 حاله لكل 100,000 امراه. هذا معناها الاهميه بتاع التقصي. الحاجة المهمة ياسر أنه في التقصي بتاع سرطان الثدي قد ما نفيقوا بيه بكري راهو نسبة العلاج وفرصة العلاج تكون عالية وعالية جدا. المودي حكي المندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري بكسرين نحتفل كما سائر المندوبيات وتونس بالشهر الكبير الوردي. هذه تظاهرة وطنية ودولية باش نحاولوا من خلال هذه التظاهرة تشريك جميع الشركاء من الإدارات الجهوية والمندوبيات والمجتمع المدني والجمعيات نظرا لأهمية هذه التظاهرة. هي في الحقيقة التظاهرة هذه خدمتنا مع اليومية بالنسبة لنا احنا المندوبية الجهوية للصحة والبشري، لكن نستغلوا شهر أكتوبر كمناسبة وطنية ودولية باش نكثفوا من هذه التظاهرة ونقوموا بعملية تحسيس تمس تقريبا جميع الشرائح من المجتمع، النساء والشباب من الجسد. نحن في علاش قلت لك انا اكتوبر روز، نحن ديما روز خاطر ديما نخدموا يوميا عندنا في داخل خدمتنا. الارقام يعني في سنه 1922 معناها قمنا تقريبا ب 12,000 عياده، وجهنا منهم 325 للنساء
المستشفيات باش معناها تيكا معناها سيستي يعني مشتبه بهم، رجعونا تقريبا 124 على 124 اللي رجعونا لقينا 8 حالات معناها اللي كان كونفيرمي مرضى بأمراض الزكاة، يعني على 12000 8 حالات من 125 عملوا تقريبا تعتبر نسبة معناها كبيرة برشا. إن شاء الله نجازوها في الأيام القابلة من خلال التكليف العملية التحسيس. في 2023 السويس الأول من 23 قمنا في حدود 4800 عيادة، وجهنا منهم 585 حالة شكوموا بالتصوير بالسدايا على الماموغرافي، رجعونا تقريبا في حدود رجعونا 177 وجهنا ورجعونا 85 لقينا 3 حالات برك معناها مرضى ولا ورجعناهم معناها المستشفيات المختصة في أمراض السرطان. بالنسبة لنا احنا إن شاء الله الأرقام هذه تتحسن، إن شاء الله هذه بده يكون موجود من بده يجي الأسرة المؤسسات الصحية وشكتفوا خاطر أهم حاجة في العملية هي التحسيس لخطورة هذا المرض. لأسباب السبب الأول هو المرض هذايا اللي هو الشفاء منه ممكن إذا كان اكتشف الحالة دي بصفة مبكرة، مع الأسف معناها هو هذايا أول سرطان يمس المرأة في العالم وفي تونس، وثانيا ثمانية حالة من 8 حالات معرضة لمرض السرطان. أهم حاجة هو قبل ما نحكم على العلاج هي القيام بالعمل التحسيسية التوعوية والتوجيه، وهذايا يكون كان مجهود وطني بشراكة شركة نسكل معنا قطاع الصحة عندنا مدير مركز الصحة البشري وبقية الإدارات والمجتمع المدني وخاصة الجمعيات كما تشوفوا حضور الجمعيات معنا مكثف.